الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما يتعرض له قطاع غزة يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع ونزع فتيل التوتر في المنطقة. وأكد الرئيس السيسي خلال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية والتي عقدت بمدينة العقبة بالأردن، أكد حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهل القطاع، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، مشددا على أن ما تم تقديمه ليس كافيا لحماية أهل القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة شهدت التشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم ورفض التام لأي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي محورية ملف أمن وسلامة الملاحات البحرية في البحر الأحمر للأمن القومي المصري، وذلك في ضوء ارتباطه الوثيق بقناة السويس، وأن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في البحر الأحمر. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمسؤولي مجموعة ميرسك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر. وأكد مدبولي أن مصر تتحسب من مساعي تحويل منطقة البحر الأحمر لبؤرة صراع إقليمي جديد، وقلقها من أن تتوسع الحرب في غزة على مستوى المنطقة في ضوء ما تشهده من تصعيد مستمر. صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدين هجمات قوات الحوثي بالبحر الأحمر، ودعا المجلس إلى وقف فوري لتلك الهجمات على سفن الشحن والناقلات التجارية في البحر الأحمر. من جانبه قال المندوب الروسي بمجلس الأمن إن الولايات المتحدة وحلفائها يحاولون فرض حلول أحادية، مشيرا إلى أن التصعيد في غزة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي في البحر الأحمر. من جانبه أكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن أن هجمات قوات الحوثي في البحر الأحمر أثرت على أكثر من 40 دولة. أعلن البيت الأبيض أن الهجمات التي تشنها قوات الحوثي في البحر الأحمر تصعيدية، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن الولايات المتحدة ستتشاور مع شركائها بشأن الخطوات التالية إذا استمرت هذه الهجمات، مشيرا إلى أن واشنطن ستفعل كل ما في وسعها لحماية الشحن في البحر الأحمر. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 25 آخرين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس، كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين. خلال جولة له في قطاع غزة، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القتال يدور في منطقة معقدة للغاية، مؤكدا ضرورة التعلم من الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية بعد فقد عدد لا بأس به من الجنود بين قتلى وجرحى. وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال أن هناك قتالا طويلا يشمل العديد من الجبهات ويتضمن الكثير من التحديات داخل القطاع. وصفت حركة حماس التقارير الإسرائيلية عن وجود مقترح بشأن يشمل انسحابا إسرائيليا من غزة مقابل خروج قادة حماس أو الحركة من القطاع بأنها عملية تضليل إسرائيلية، وأكدت حركة حماس أنه لا توجد مبادرة من هذا النوع، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول تسكين وتهدئة الشارع الغاضب لا سيما عائلات المحتجزين، مشددة على أنه لا مبادرات مقبولة ما لم تقم أساسا على وقف وإنهاء العدوان بشكل كامل على قطاع غزة.
تنظر اليوم محكمة العدل الدولية وعلى مدار يومين الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا بشأن محاكمة إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة. وطلبت جنوب أفريقيا بمشاركة عدة دول من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة ووقف أي أعمال إبادة جماعية. وخصصت المحكمة اليوم الأول لجنوب أفريقيا لسماع مرافعة فريقها، بينما ستقوم إسرائيل بالرد على هذه الدعاوى غدا الجمعة. خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتوريا أول تدريبات الفريق على ملعب جاردن بوتانيك استعدادا لمواجهة منتخب موزمبيق الأحد المقبل في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية. بدأ المران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمية وتسديد على المرمى، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب، ثم خضع اللاعبون للاستشفاء.